الليل تذكر بلم عينها بها زينب قالوا ميسرينها يسروها ولا لها وحيد فزا جاء الحاد يضعونها بسعي وقطار يسروها ولا لها وحيد فزا جاء الحاد يضعونها بسعي وقطار جلالين شدوين أبو فضل وقار ما تدل شريعة وينها ما تدلون الشريعة وينها جنانين شد كربنا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها بس اشوفها والعتب اللي يزول واضربوا فاضل على الاخوة يجو بس اشوفها والعتب اللي يزول واضربوا فاضل على الاخوة يجو حق عذر يقول مقطوع الزنون حال ملك الموت بينه وبينها حال ملك الموت بينا وبينها جنانين شد كربنا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها جنانين شد كربنا عليها نعتب قول هاي رجال والدورين ظروف جنانين شد كربنا عليها نعتب رجال ودور الظروف حر وزينب بيشمط وبابتني فوق جدي حسين ويمسل بينها فوق جدي حسين ويمسل بينها جنانين شد كربنا مضيعينها بها زينب قالوا أرتني جدتهم صديق بالشامعين الطويب خشت الذهب راس الشهيد أرتني جدتهم صديق بالشامعين الطويب خشت الذهب راس الشهيد من الشزيلة ببتي وانا يزيد قاعدة لو واقفة مخلينها قاعدة لو واقفة مخلينها جنانين شد كربنا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها جنانين شد كربلا عن العيال شلون قل بلا ولي هض عن شار خلوا السبعين من غير الأطفال مذبحة والوادم مسجينها مذبحة والوادم مسجينها السهم لو مرطار له عيون الخدر بجل يا رب دخيلك والنبي يذبل مشجرة الصيحة وحدة بيعلك يا سيد الحسن
موجود هذا الماسلم شد في القمر من كل كتب مرمي بسهم مو كربلاء هاي المدينة تبيج دم القبر النبي جاب اليحور قول الخيام نفس الحزن بس رملة مو للولد ونتها حاج الناش وتقلة لا تبعد بدماتها دارش تسوي بظلة كان الحسن خيمتها كان الحسن خيمتها الحسين اللي يا سبب وقل ظهر تنطفي نار المواجع لاهبة سقط النبي تفن بديه المشتبه وقت الدفن يم صدر ضمه وقربه الخامس بجي الهم رابع أصحاب العبة روح الولي وقلب أمه وشايل سماحة جدة سم الغدر مغتالة ما ميت بسم كبدة مجادة وحدة بجيشة شكم جنديش بجادة شكم جنديش بجادة دخيلك والنبي يتظلم الشجرة الصيحة وحدة بيعلك يا سيد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك السلام عليك سيدي ومولاي الإمام الحسن المجتبى في هذه الليلة ذكرى استشهادك السلام عليك يا كريم أهل البيت يا من تعلم منه شيعة أهل البيت الكرم والشجاعة والإباء والوفاء السلام عليك سيدي ومولاي ونحن نعيش اليوم في ذكرى سبي العيال معها ذكرى استشهادك السلام عليك سيدي ومولاي يا أبا محمد السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام عليكم أعزائنا المشاهدين نستمر في هذه المسيرة المباركة في نقل وقائعها من مدينة الناصرية حيث مدينة الإباء والشجاعة والشهادة والكرامة ومدينة الكرم اليوم في مدينة الناصرية تستمر الجموع في الزحف نحو كربلاء نحو قبلة الأحرار اليوم هذه الناس تتوجه بقلوبها بمشاعرها بأفئدتها نحو كربلاء المقدسة حتى الذين في بيوتهم اليوم يساهمون بشكل كبير في إحياء هذه المسيرة بدعمهم اللوجستي إلى جميع المواكب الحسينية بدعمهم اللامنقطع واللامحدود لهذه المسيرة لإحيائها وتشاهد اليوم هذا الطريق في هذا الليل الذي كان في الأمس قبل أيام فارغا جدا اليوم تشاهد الملايين تزحف هنا في هذا الطريق وتستمر بالمسير وتعيش هذه اللحظات وتشارك السيدة زينب والعيال بالسبي والمواساة في هذه الأيام الأليمة حقيقة ما نشاهده اليوم
تعجز عنه الكلمات في الوصف من مشاعر. اليوم هذه المواكب تقدم خدمات جليلة للزائر حتى يستطيع مواصلة السير في النهار وفي الليل وفي كل الأوقات. اليوم المواكب تنوعت بخدمتها، فمواكب ربما تستحدث لأول مرة. هنالك عشرات المواكب يعني افتتحت مؤخرا بصورة جديدة من أجل الخدمة. هنالك تنوع بالخدمات في كل ما لذ وطاب، بتقديم كل الأمور، المبيت في كل الأشياء التي يعجز اللسان عن وصفها. الحمد لله على هذه النعمة، نعمة زيارة الحسين ونعمة المسير ونعمة كربلاء ونعمة الحسين التي أنعم الله بنا بها علينا أهل العراق، لأننا نحيي هذه المناسبات بصورة كبيرة وعظيمة. نعود معكم أعزائي المشاهدين وإلى الاستوديو لنقل الصورة. ويضيعون موضع قبرك، ضيعهم بنور اللي يشع من نحرك. يا من نورك نور الله حتى الأعمى يندل، تعبوا بحج الأحرار شيعة حيدر حاد الجام. خيرنا نزورك مشايا نقع المنحار وفايا، ما نتعذر مهما صار شيعة حيدر حاد الجام. من عالم الذر شان ساطع نورك، الله خلقنا واحنا جينا نزورك. آمنا بيكون اتبع دستورك، يضمن نجاة اللي يلوذ بسورك. قبرك مفزع للحاير، بيتتلقى كل زاير، تهتف يا حي الزوار. لجلك ديمانا بلا ثمن نفديها، محلاها دنيا بخدمتك نقضيها. تضوي الصحيفة ليصطع اسمك بيها، الماتب دربك هنيادة حبك أفضل. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام على أبي الفضل العباس قمر العشيرة. السلام على عقيلة الطالبين وجبل الصبر السيدة زينب. السلام على خدام الحسين المنتشرين على طول هذه الطرق. السلام على زوار الحسين الذين جاءوا من كل حدب وصوب لإحياء ذكرى أربعينية الإمام الحسين، هذه الذكرى الخالدة على مر العصور والأزمان. نعم، ونحن الآن نعيش ليلة شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه كريم أهل البيت. وما هذا الكرم والعطاء الذي يقدمه خدمة أتباع أهل البيت، ما هو إلا جزء من مدرسة الإمام الحسن، الإمام المظلوم المهضوم، هذا الإمام الذي أوصى به النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع أخيه سيد الشهداء، وقال: ولداي الإمام الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا. نعم، فالإمام الحسن هو ثاني الأئمة الذي تنصب للإمامة وللمشروع الذي أسسه جده النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فاستلم زمام الإمامة وتعرض للظلم من قبل الأمويين، لكنه كان مصرا على المضي بهذا الطريق، فهادن وهادن كما جده رسول الله ليؤسس لأخيه سيد الشهداء هذه الثورة وهذه النهضة وهذه المبادئ، فسلمها إلى سيد الشهداء
ليرفع راية الحق ويعلنها بوجه الطغاة. نعم، تصدى ليزيد وتصدى للامويين وتصدى لمعاوية وبذل سيدنا ومولانا الإمام الحسين مهجته ودماءه الزكية من أجل مشروع جده النبي الأكرم، هذا المشروع الإلهي الذي كتبوه أهل البيت بدمائهم مضحين من أجله، إمام بعد إمام ليرفعوا الرايات أنصارهم وأتباعهم ويواصلوا هذا الطريق ليسلموا هذه الرايات إلى إمامنا المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي سيملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئ ظلما وجورا وينتصر لثورة جدي الحسين، هذه الثورة الخالدة على مر العصور والأزمان. ما أجمله من خلود، وهم أتباع الحسين في كل عام يزداد قوة وعزما وصلابة، ويرسلوا هذه الصور الإيمانية، هذه الصور الحسينية للعالم أجمع بأننا على طريق أهل البيت مواصلون ولنهضة الحسين مستمرون. نعم، فهي نهضة الحق وهي السلاح بوجه الظلم والطغيان، وهي ثورة انتصار المظلوم على الظالم. نعم، فمولانا الحسين كالنخلة الشامخة في كل زمان ومكان، وأين من أراد أن يطمس هوية الحسين وثورة الحسين ومبادئ الحسين، وأين من أراد أن يمحو قبر الحسين؟ ها هو قبر الحسين يستك الأحرار من كل دول العالم، وأين الظالمون؟ لا مكان لهم ولا قبر ولا ذكرى. نعم، فالحق مع الحسين، ها هو الحسين وها هي ثورة الحسين ومبادئ الحسين تدرس جيلا بعد جيل ليسير في هذا الطريق الصغير والكبير الأسود والأبيض، طريق الحسين وزيارة الحسين أصبحت زيارة عالمية، أي أنها لا تقتصر على لون معين ولا على طائفة معينة ولا على لغة معينة ولا على جنسية معينة، جميع الجنسيات تسير هنا متأسية بأبي الأحرار وبثورته الخالدة على مر العصور والأزمان. نعم، بدأناها منذ أكثر من 10 أيام من رأس البيشة من أقصى جنوب العراق، واليوم نتواجد في مركز محافظة ذي قار في مدينة الناصرية، وما زال أتباع أهل البيت يملؤون هذه الشوارع حزنا وإيثارا على سيد الشهداء. نعم، على موسوعة جينيس أن تسجل الأرقام القياسية في طريق الحسين، فقد تغيرت خارطة العالم وأصبحت كل الطرق تؤدي إلى كربلاء، وكل المطارات تؤدي إلى كربلاء، وكل المنافذ تؤدي إلى كربلاء. نعم، فهذا طريق الخلود وهذا طريق الحق، وما أجمل طريق الحق عندما يسلكه الأحرار متوسمين بالحسين وبنهضة الحسين وبمبادئ الحسين وبرسالة الحسين، هذه الرسالة السامية التي يسلكها ويتبعها أتباع أهل البيت من كل قضاء وقرية وناحية ومحافظة، يقطعون مئات الكيلومترات ولا يرجون إلا اللقاء بسيدي ومولاي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس. نعم، هذه الصور الحية وهذه الصور المباشرة من كل الطرقات المؤدية إلى كربلاء، وسنبقى وإياكم بهذا النقل المباشر من كل قصبة يسير فيها أتباع أهل البيت إلى كربلاء المقدسة، ونحن نتشرف أن نكون بخدمة خدمة الحسين المتواجدين على طول هذه الطرق. أنتقل بالكلمة للزملاء في الاستوديو. تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني
أنا المشتاق لللقيا فخذني وهل لي منية إلا لقاك أقدم كل ما عندي فدا وما لي رغبة إلا فداك أنا المشتاق لللقيا فخذني وهل لي منية إلا لقاك أقدم كل ما عندي فدا وما لي رغبة إلا فداك تركت الخلق قرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك فلو قطعتني بالحب هرفا لما مال الفؤاد إلى سواك حسين سلكت الكرب والأهوال دربا وجئت منيبا أخطو خطاك وطلقت الحياة بساكنيها تركت الأهل ملتمسا قراك سلكت الكرب والأهوال دربا وجئت منيبا أخطو خطاك وطلقت الحياة بساكنيها تركت الأهل ملتمسا قراك تركت الخلق طرا في هواك بسم الله الرحمن الرحيم وذلك من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب السلام على أصحاب الكساء السلام عليك سيدي ومولاي الحسن بن علي بن أبي طالب السلام عليك يا كريم أهل البيت السلام عليك أيها المجتبى السلام عليك يا أبا محمد السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفي هذه اللحظات وفي هذه الساعة وفي هذه الليلة نعزي صاحب العصر والزمان ومقام المرجعية الدينية العليا وعلى رأسها الإمام السيستاني وشيعة أمير المؤمنين في أصقاع الأرض في ذكرى استشهاد الإمام الحسن المجتبى ساعد الله قلب سيدتي ومولاتي الزهراء يوم في البقيع تنعى ويوم في كربلاء ويوم في سامراء ويوم في الكاظمية ساعد الله قلبك سيدتي ومولاتي على هذه الرزية وعلى هذه المصيبة ما إمام منا إن مات مقتولا أو مسموم هكذا قال سيدي ومولاي الإمام الصادق عليه السلام وفي هذه الليلة نعزي شيعة أمير المؤمنين في هذه الأرض جميعا بهذا المصاب وهؤلاء شيعة أمير المؤمنين هؤلاء أحباب الإمام الحسين عليه السلام يحيون هذه الليلة وفي هذه اللحظة هذا العزاء وهذا المأتم الكبير إن لم يكن عزاء في البقيع ومأتما في البقيع فهؤلاء هم أحباب الحسين عليه السلام يقيمون هذا المأتم ويقيمون هذا العزاء ويقيمون هذا المجلس الكبير العابر من البحر إلى النهر تحت راية الإمام الحسين عليه السلام يقدمون العزاء للزهراء باسم سيدي ومولاي الإمام الحسن عليه السلام لك ذاكرون باسمك معزون لك مواسون يا صاحب العصر والزمان متى ترانا ونراك وتحت لوائك
نرفع اللواء يا لزعرات الحسين. أين الظالم بدم المقتول بكربلاء؟ أين الظالم بثأرات الإمام الحسن وأهل البيت عليهم السلام؟ متى نسير إلى البقيع؟ متى ننصب مواكبنا في البقيع؟ متى ننصب عزاؤنا في البقيع؟ والله في القلب لوعة، والله في القلب حرقة على هذه الفاجعة الكبرى. ليتنا نسير إلى الأربعينية الإمام الحسن لنقيم أعظم عزاء وأعظم مسيرة وأعظم صورة كما نقيمها للإمام الحسين عليه السلام. سيدي عذرا، سيدي عذرا، فإن شاء الله يأتي اليوم الذي نقيم به هذا العزاء، يأتي اليوم الذي نقيم به هذا المجلس مع سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان إن شاء الله. مستمرون على هذا العطاء وعلى هذا الوفاء وعلى هذا الانقطاع في النهار، في الليل متواصلون على هذه المسيرة، متواصلون على هذه الخدمة، وقلوبنا سبقت الأقدام إلى كربلاء الحسين. هناك في كربلاء في يوم الأربعين سيتصل هذه الجموع، ستصل هذه الملايين لتقف تحت ضريح الحسين. عذرا إن لم يجبني، عذرا إن لم يجبك، لساني وبدني وقلبي عند استنصارك، فها هو قلبي ينادي بندائي لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. هذه عودة وانتقالة إلى زملائي بستوديو البث. تون وجهوني لتنوح وتسيل من عين خيم وتسيل الجروح. امشي ودموع تون وجهوني لتنوح وتسيل من عين خيم وتسيل الجروح. وعيوني ما جرت نفس لوعه بأثر لوعه، الجبل لو شاف الخيم هم تنزل دموعه. وعيوني ما جرت نفس لوعه بأثر لوعه، الجبل لو شاف الخيم هم تنزل دموعه. مو حق هالعيون لو حمرت مني الألم، شافت شمر كان مخاصر بنص الخيم. من راح القمر بريحة نحار. مشاي مشاي دموعي شدت الظهر، مشاي مشاي يا عيني شاي جم قهر. عاشور صفار بريحة نحار. عاشور صفار بريحة نحار. امشي واشكال الالم يتمشى وياي، وبراسي تفتر الصور الشمس وفياي. امشي واشكال الالم يتمشى وياي، وبراسي تفتر الصور الشمس وفياي. صورة رقية تنتظر لحسين واليها، تاليها طبلها الشمر بالصوت يوليها. صورة رقية تنتظر لحسين واليها، تاليها طبلها الشمر بالصوت يوليها. والأدهى من هاي نار الخيام موجرة، وبالبر الأطفال وشفافهم متفطرة. منك يا دهر بريحة نحار. نحار مشاي مشاي شدت الظهر، مشاي مشاي يا حيلي شاي جم قهر. عاشور صفار بريحة نحار. عاشور صفار بريحة نحار.
عيشي ودخان الخيم ياخذني للشام، لو ثقل جدمع للأرض ادفعني الاسهام. امشي ودخان الخيم ياخذني للشام، لو ثقل جدمع للأرض ادفعني الاسهام. انظرها زينب على الهزل وتنادي يا جدي، وحسين اشوف على الرمح والله انزرف جدي. وانظرها زينب على الهزل وتنادي يا جدي، وحسين اشوف على الرمح والله انزرف جبدي. وانظرها للرماح عروس لطمية قرت وانا بجي محتام، الذكلة مو مثل بجد. يا طول السفر بريحة نحار الشاي مشاي، مو عشان بيت الظهر الشاي مشاي، يا حيل شاي جم قهر. عاشور صفار بريحة نحار واعتر بالمشي من قد الحبال البيها مشتوف الورد زينب والاطفال. امشي واعتر بالمشي من قد الحبال البيها مشتوف الورد زينب والاطفال. وهنا انا لاقيت الشمر يتمشى قدامي، تهجم عليه وطحت قد ما تنظامي. وهنا انا لاقيت الشمر يتمشى قدامي، تهجم عليه وطحت قد ما تنظامي. صار انا عطشان هم رايح بدرب السبي، ومواسي الحسين ومواسي زينب والنبي. كل خطوة بشهر بريحة نحر يا حب الشاي مشاي، وعشت بيت الظهر بالشاي مشاي، يا حيل شاي جم قهر. عاشور صفار بريحة نحر عدنا معكم أعزائنا المشاهدين في هذه التغطية الحية والمباشرة من على شاشة قناة الفرات الفضائية المواكبة لمسير العشاق إلى سيد الشهداء مسيرة الأربعين. بالحقيقة هنالك جهود جبارة من قبل الأجهزة الأمنية والقوات الأمنية في محافظة ذيقار لتأمين الطرق، وكذلك هنالك خطة كاملة وشاملة أعدت في هذه المحافظة من أجل السهر على راحة الزائر، وكذلك حفاظا على حياته وحياة المواكب الحسينية المنتشرة على طول الطريق في محافظة ذيقار. ومعي العقيد مؤيد. السلام عليكم أستاذ مؤيد. عليكم السلام، عظم الله لنا ولكم الأجر بذكرى أربعينة الإمام الحسين عليه السلام. أستاذ مؤيد، ممكن تحدثنا عن الخطة الأمنية اللي اتبعتوها في محافظة ذيقار لتأمين سير الزوار في هذه المحافظة وكذلك تأمين المواكب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بإشراف ومتابعة شخصية من قبل معالي وزير الداخلية المحترم، انتشار موسع لكافة رجال الداخلية وبالخصوص رجال المرور على مدار 24 ساعة، تم تقسيم الوجبات على شكل 3 وجبات من أجل يكون دوامهم على مدار 24 ساعة لتغطية انسيابية حركة المركبات وقطع الطرق التي مشغولة من قبل الزائرين والمواكب الحسينية. فتم خروج العديد من كافة الضباط والمنتسبين في مقر المديرية ومجمع التسجيل بعد نهاية الدوام الرسمي بمساعدة ومساندة إخوانهم رجال المرور بتنظيم حركة سير المرور وفك الاختناقات المرورية، وكذلك تشكيل مواكب للدعم والإسناد بتقديم الخدمات المعنوية كالإرشادات والبروشرات، وكذلك تقديم ما يستطيعون تقديمه من مأكل ومشرب إلى الأخوة زاري الإمام الحسين عليه السلام. يعني استنفار عام دخلته بالمديرية؟ نعم، استنفار كامل وبإشراف مباشر من قبل السيد مدير المرور المحافظة. يبدأ دوامنا
من الساعة الرابعة صباحا لغاية الساعة الرابعة صباحا باليوم التالي. هل حدث خرق خلال هذه الأيام خلال هذه الزيارة مثلا، يعني خرق مروري؟ هي الحوادث تحدث، لكن هل هنالك شيء مميز؟ نعم، بالنسبة للخرق لا يوجد أي خرق حاليا أثناء تنظيم حركة السير مع الأخوان الزائرين. وجود تعاون جدا عالي من قبل الزائرين ومن قبل أصحاب المواكب ومن قبل الهيئات والمؤسسات الخدمية مع الأجهزة الأمنية بشكل عام ومع رجال المرور بشكل خاص. كذلك تم تغطية الطرق السريعة لعبور ومرور المركبات، الطريق السريع الدولي الرابط بين محافظة البصرة مرورا بذي قار وكذلك شمال المحافظات بالرادارات لرصد السرعة والمخالفات المرورية من أجل الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق. زين، بالنسبة للسير في المساء بالنسبة للمواطنين، هل هذه مشكلة جاي تواجه رجال المرور من أجل تأمين يعني حركتهم خلال الليل؟ بالنسبة للعبور الزائرين في السنوات السابقة كان فقط في النهار، أما حاليا أصبح على مدار 24 ساعة. فوجه معالي وزير الداخلية أن تكون التغطية لحماية الزائرين كذلك على مدار 24 ساعة. الحمد لله العقود التي تم تزويدها من قبل وزارة الداخلية عززت قاطع الطرق الخارجية والبلدة برجال المرور، فلا يوجد حاليا أي زخم مروري يأخر الزائرين أو يأخر عبور المركبات. بماذا توصون الزائرين خلال هذه الأيام؟ ندعو أخواننا الزائرين المتوجهين إلى قبلة بالأحرار وكذلك المواكب الحسينية والهيئات إلى زيادة التعاون مع أخوانهم من الأجهزة الأمنية وكذلك بالخصوص رجال المرور من أجل خدمتهم والحفاظ على سلامتهم، لأن هم رجال الداخلية هو انتهاء الزيارة الأربعينية دون أي خرق أو حادث أمني أو جنائي أو مروري يحصل. شكرا جزيلا عقيد حميد ومؤيد، عفوا مؤيد حميد، شكرا جزيلا، ممنون جزيلا. أعزائنا المشاهدين، كما شاهدتم هنالك جهود كبيرة وجبارة تبذل من الأجهزة الأمنية، كل الأجهزة الأمنية، مرور، دفاع، مدني، داخلية، الكل اليوم مستنفر كل طاقاته من أجل الحفاظ على أرواح الزائرين حتى يصلون إلى مبتغاهم وهو الإمام الحسين عليه السلام. عودة إلى الاستوديو لمتابعة المسيرة الخالدة، مسيرة الأربعين. كلها مقطوع الشوارع، خيمة سودة تعنتك، ضيقوا عدنا وتغدوا، صار الغروب وتعشوا، بيتوهم شيعتك إيدك شالوا راية حمرا، ولبو فاضل راية خضرا، في دواروح الرايتك انزل خل تجينا لدول كلها، والعزوبية احنا اهلها، الخير كله بصغرتك انزل. الله حسين فاتح ديوان قدامكم في دواروح، جواب جواب خير اليوم في دواروح، صوت صوت بصرة شالت علم عالي حسين، عدنا تقول غالي، واللي يجينا ندلله الله. وشف الزودة اهل العمارة قبل لا تبدي الزيارة، عرضة واحدة القافلة الله. وشوف ملقى الناصرية ثقوا الحرة السبية، وصلوها الكربلة انزل. شوف زود اهل المثنى شايلين شقد محنة، كلها تصرخ يا اهله، كلها تصرخ يا اهله الله. وخنا بوس هاليوم بجدامكم في دواروح، بركة جواب جواب في دواروح، خادمة خادمة خادم
هذا أنا فضل البصرة شالت على معالي حسين عدنا تقول غالي ولي يجينا ندلله الله وشوف زود أهل العمارة قبل لا تبدي الزيارة عرضة واحدة القافلة الله وشوف ملقى الناصرية فلقوا الحرة السبية ووصلوها الكربلة الله وشوف زود أهل المثنى شايلين شقد محنة كلها تصرخ يا هلا انزل انزل هن بوسن هاليوم بجدامكم في الواروح بركة تعبت تعبت هلا في الواروح صوت صوت الكاظم ببغداد قائد جابهم ما خلى واحد وحتنا ومشايخ الله الحلة وقفت يم شريفة والحسن فاتح مضيفة مقر للوفاية الله والديواني يحتنيها الحمزة بحزامين بيها بيد شال الراية الله قافلة من الكوب طلعت وصلت عظم الله أجورنا وأجوركم أعزائنا مشاهدي قناة الفرات الفضائية ونحن نتواصل معكم بهذه التغطية المباشرة من طريق يا حسين من محافظة ذي قار باتجاه كربلاء المقدسة بكل تأكيد أجواء الخدمة الغير متناهية اللي يبذلها خدام الحسين على طول هذه الطرق ربما هي رسائل وامتداد لمدرسة كريم أهل البيت الإمام الحسن سلام الله عليه بكل تأكيد بجانب أحد خدام الحسين اللي أيضا إلى فد أسلوبه الخاص بطريق الخدمة على طريق الزوار عظم الله لك الأجر عظم الله أجرك ولجول لنا جميعا إن شاء الله احكي لي عن الخدمة اللي تقدمها شنو اللي تقدمه للناس طبعا احنا خدام أبو عبد الله الحسين مدينة الناصرية مدينة الجود والغيرة نشرف خدمة زوار أبو عبد الله بكل سنة وبكل مرة ونفتح لهم قلوبنا وعيوننا وبيوتنا نشرف فيهم من أي مكان يجون عندك موكب وحدك شنو تقديم شلون؟ نعم طبعا عندي موكب هنا أنا قريب والشرف خدمة زوار أبو عبد الله الحسين مالتك شنو صار؟ موكب وأحكي لك عليه عن بدايتنا وأي خادم أبو عبد الله الحسين يبدي بأشياء بسيطة لحد ما يبقى أبو عبد الله الحسين فأنا بدايتي أنا وصديقي بدينا يعني نريد بس نخدم أبو عبد الله الحسين لحد ما لقينا لنا بيس ميز صغير بدينا نخدم بيه بأشياء بسيطة مثل نوزع شاي وماي حد ما بين سنة وسنة سوينا جمعية ونجمع فلوس ونوزع بيناتنا حد ما أبو عبد الله الحسين وفقنا بدينا نوزع أشياء وغديات أشياء كبيرة نعم الدموكي ان شاء الله يعني هاي سر من اسرار قضيه الحسين انه التوفيق اذا عزمت النيه مع الحسين ولوجه الله راح تلقى التوفيق موجود كل تاكيد يعني اذا تشاهدون خدام الحسين بدأوا باحضار وجبات العشاء لخدمه الامام الحسين في هذا المكان مثل ما تشاهدون الان يعني خدام الحسين متواصلين بتقديم الخدمه دواك الله عظم الله اجرك حبيبي حياك الله ما تعبان اجواء حاره والله يحفظك ماجورين كل شيء هون كل شيء هون لابو عبد الله تعب شلون؟ ماكو تعب ماكو تعب لابو عبد الله لابو عبد الله الله يتقبل عظم الله اجركم حياكم الله اهلا وسهلا بكم حبيبي حياكم دواك الله عظم الله اجرك اجرك رحم الله والديك عن طعم الخدمه مثل الخدمه بهاي الاجواء والله هاي كاميرا والله اجواء الخدمه جدا حلوه يعني وما تفوت لازم احنا كل سنه موجودين ونحب الطول هاي الخدمه يعني هذا هسه بعض الصفحات الصفراء تقول شنو الدافع اللي يخليك تصرف من عندك تخدم ناس ما تعرفهم بالعكس احنا متعودين على هاي الخدمه احنا بدون مناسبه نخدم العالم فما يحتاج بعد احنا هذا اللي تعلمناه من ثوره الحسين طبعا هذا اللي تعلمناه من ثوره الحسين حبيبي أنا. يعني الأجواء إيمانية أجواء حسينية ربما الصور أبلغ من أي تعبير إذا تصور زميلي فضل شوف الخدام الحسين بدأوا بتحضير موائد العشاء لخدمة الإمام الحسين عليه السلام
دوام الثاني لما نوصل ابو عبد الله الحسين ان شاء الله لما صار لكم هذا احنا موكبنا بال 2015 تاسس نخدم الامام الحسين عليه السلام وهاي الخدمه ان شاء الله باقي يعني تعبون شيء جهود شلون تقسمونها احنا 24 ساعه يعني قسمين الوقت بيناتنا وانا كله احنا شباب ولد الناصريه واي واحد يجي يخدم ويانا نرحب به ما عندنا اي اشكال به الكبار هو الحسين مضيف للكل للكل ما علينا كل المرجعيات الكل هاي ما طول خدم ومن شيعة امير المؤمنين نرحب به ما عندنا اي اشكال ويا واحد حضر يوم سمك والله الزوار ابو علي يستاهلون خدمتهم احنا الله يحفظك حبيبي وقواكم الله يعني مثل ما تشاهدون الاجواء مثل ما تشاهدون موائد العشاء لزوار ابي عبد الله بتحضير مائدة السمك المزقوف اللي معروفة بالجنوب ومثل ما تشاهدون خدمة الإمام الحسين عليه السلام يواصلون التحضيرات من أجل التهيئ لخدمة الزوار القادمين في مركز محافظة إيقار بالتحديد من مدينة الناصرية هاي ربما مائدة من موائد عديدة يبذلها خدام الإمام الحسين على طول هذه الطرق فهي مليئة بالكرم الحسني كرم الإمام الحسن ونحن اليوم في ليلة شهادة الإمام الحسن سلام الله عليه هنيئا للزوار وهنيئا لخدمة الحسين المتواجدين على طول هذه الطرق الكلمة للزملاء في الاستوديو بها زينب قالوا ميسرينها جنان انشد كربلا ضايعينها بها زينب قالوا ميسرينها يسروها ونالها وحيد فزا جاء الحاد يضعونها بسعي وقطا يسروها ولالها وحيد فزا جاء الحاد يضعونها بسعي وقطا جنن ينشد وين ابو فضل وقا ما تدلون الشريعه وينها ما تدلون الشريعه وينها جنن ينشد كربلا بس اشوفه والعتب يزول واضربوا فاضل على الاخوه يجول بس اشوفه والعتب يزول واضربوا فاضل على الاخوه يجول حق عذر يقول مقطوع السنون حال ملك الموت بينه وبينها حال ملك الموت بينه وبينها جنان انشد كربلا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها جنان انشد كربلا عليها نعتب قول هاي رجال والدورين ظروف جنان انشد كربلا عليها العتب قول هاي رجال والدورين ظروف حرمة زينب بيشمت وبابتني فوق جتي حسين ويمسل بينها فوق جتلي حسين ويمسل بينها جنان انشد كربلا مضيعينها بها زينب قالوا ميسرينها اردن يجدج هم صديق بالشمعي عطوي بخشت الذهب راس الشهيد
أردن اجدج هم صديق الشامعين حطاوي بفشت الذهب راسي الشهيد من الشزي لببتي وانا يزيد قاعدة لو واقفة مخلينها قاعدة لو واقفة مخلينها جمل انشد كربلا مضيعينها بيها زينب قالوا جينا ننشد كربلاء عن العيال شلون قل بلا ولي هض عن شال خلوا السبعين من غير الأطفال مذبحة. نتواصل وإياكم أعزائي المشاهدين بهذه التغطية الحية المباشرة من طريق يا حسين من الناصرية من مركز بدية الناصرية وما شاء الله لا زالت هذه الزيارة ولا زالت هذه المسيرة مستمرة إلى كربلاء المقدسة وهذه هي المواكب الحسينية والمشاية مشاية الإمام الحسين لا زالوا يواصلون هذا المسير في هذا الليل متواصلين إلى كربلاء المقدسة وحجم هذه الزيارة وعظمة هذه الزيارة ذكر في روايات وأحاديث أهل البيت عليهم السلام من علامات المؤمن الخمس زيارة الأربعين وكانوا الأئمة عليهم السلام يوصون بهذه الزيارة لما لها من منزلة رفيعة وأجر عظيم عند أهل البيت عليهم السلام فزيارة الأربعين زيارة كبيرة وهذه الزيارة لربما هي من أكبر المسيرات في العالم التي يحييها أهل الأرض هذه المسيرة التي تنطلق من رأس البيشة من البحر إلى النحر إلى كربلاء المقدسة وما شاء الله في هذه الأوقات وقت متأخر من الليل تستمر الخدمات التي يقدم زميلي مرتضى يعرف الكاميرا على الشباب حركة المواكب وحركة الخدمة متواصلة أيضا من قبل هؤلاء الحسينيين الأبطال الذين يواصلون هذا المسير ويواصلون هذا العطاء الحسيني المستمر على طول هذا الطريق وطول هذه التغطية التي تتواصل معها حشود أهل البيت وحشود الزوار في الناصرية وفي كل المحافظات خدمة الإمام الحسين عليه السلام جواك الله مولاي شلونك حبيبي شخبارك شلون صحتكم الله يخليك موزع عصير موز نقدم كافة الخدمات للزوار شنو احتياجه الخاص نقدم له ونطي ما يعون الزائر الله يسلمكم الله والديك انتم هاي المواقف شو اللي يدفعكم لهاي الخدمة حبوا الحسين شي اكيد ما شاء الله جنة متونس على الخدمات طبعا ونسى ننتظرها من سنة السنة الله يبارك اي والله وانا من اهل البصره واخدم هنا البصره من البصره واخدم هنا هاي 10 سنه ليش جيت من البصره ايش ما اخذت البصره خلصنا من البصره ها وتروح الكربلاء هم وروح الكربلاء هسه نخلص واطلع مشايه منها ما يشبع من هذا هاي اجواء ما يشبع من هذا الحمد لله وشكر حب الحسين هذا الله يبارك الجنه هاي الله وهذا الله طريق الجنه ان شاء الله وكل احنا على هالطريق اولادنا واحنا واهالينا تعلمنا امهاتنا رضعتنا حب الحسين بالطفوله والحمد لله وشكر كل احنا على هذا الطريق الحمد لله حياك الله نعم أعزائي المشاهدين هذه هي الخدمة الحقيقية التي يقدمها هؤلاء الزوار ويقدمها هؤلاء المعزين لأهل البيت عليهم السلام ما شاء الله على هذه الخدمة وما شاء الله على هذا العطاء فاليوم نحيي هذه الليلة العظيمة ألا وهي استشهاد سيدي ومولاي الإمام الحسن عليه السلام بهذه القلوب الحزينة وبهذه الحرقة وبهذه اللوعة سندخل إلى كربلاء المقدسة لاطمين الصدور ذارفين الدموع نلطم على الرؤوس يا لثارات الحسين يا لثارات الحسن فهذه عودة وانتقال إلى زملاء الاستوديو البث المباشر وفي الحسين اليا سبب وقل ظهر مخيم السهم لو مرطار له عيون الخدر بجل يا رب دخيلك والنبي يذبل مش جرل الصيحة وحدة بيعلك يا سيد الحسن مر الناش لوجود هذا الماسلم شت في القمر من كل كتور مرمي بسهم
الحم وكربالة، هاي المدينة تبكي دم، قبر النبي جاب اليحور قول الخيام، نفس الحزن بس رملة مول الولد ونتها، هات الناش وتقلة لا تبعد بدماتها، دارش تسوي بظلة كان الحسن خيمتها، كان الحسن خيمتها. والحسين اليا سبب وقف الظهر بفوين، والسهم لو عمر طايدة عيون الخدر بجن، يا رب دخيلك والنبي يتقضى مسجرة، الصيحة وحدة بيعلن يا سيد الحسن. تنطفي نار المواجع لاهبة، سبط النبي تفن بديه المشتبه، وقت الدفن يم صدر ضمه وقربه، الخامس بكي الهم رابع أصحاب العبة، روح الولي وقلب أمه وشايل سماحة جده، الغدر مغتالة ما ميت بسم كبده، مشادة وحدة بجيشة شكم جنديش بجادة، شكم جنديش بجادة. دخيلك والنبي يتظلم الشجرة، الصيحة وحدة بيعلن يا سيد الحسن. ثم أعزائنا المشاهدين في هذه التغطية من طريق الأحرار طريق يا حسين، اليوم هنا في هذا الطريق نشاهد الأفئدة وهي تهوي إلى قبر الحسين عليه السلام بكل قوة وبكل تفاني وبكل إخلاص ووفاء وولاء، وسير هؤلاء الزوار بالملايين هو سببه وجود المواكب الحسينية التي تخدم على طول الطريق بمختلف أنواع الخدمات، ومعي أحد خدمة الإمام الحسين. السلام عليكم حاج. السلام، حياك الله أخوان، شلونكم؟ شو صحكم؟ الله أجوركم وأجورنا بهذا المصاب الجلل وجزاكم الله خير على هذه الخدمة. احنا طبعا عظم الله الأجر لكم ولنا، ونعزي صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف ومراجعنا العظام بهذا المصاب الجلل، ونحن نخدم الزوار اللي هم سيجونا من البصرة ومن جنوب الناصرية ومن دول مجاورة، وخصوصا من جمهورية إيران الإسلامية ساكنة في جايزون علينا، وإحنا بالخدمة أن بعد معروفة قدم مأكل ومشرب ومبيت للزوار، وإحنا بالخدمة. أشوف خدمات جديدة مثلا أفران منصوبة تقدم الخبز على كل المواكب، مثلجات باعتبار الجو حار. وهي أنا أقول لك يعني كل سنة يصير أكو تطور، يعني اذا اكو نقيصه بالسنه القادمه احنا نعوضها بالسنه الجديده هكذا، وهي من بركات الامام الحسين عليه السلام. الحمد لله، الله ان شاء الله يديمكم وان شاء الله دائما في كل عام هذا الخير. والله نسال ان يتقبل منا ومنكم ومن جميع الزوار ومن جميع اصحاب المواكب الحسينيه والخدمه، هذا يعني هذا قليل، يعني قليل احنا ما نقدمه هو قليل بحق الامام الحسين، اللي ما قدمه هو من تضحيات فعلا. كل ما يقدم للامام الحسين. سلام عليكم حاج، حياكم الله، شلونك حاج؟ الله يسلمك. حجينا باختصار شديد نريد عن المواكب الحسينيه في هذا العام، وانت باعتبارك مسؤول وحده الشعائر الحسينيه. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم الثالث على التوالي استقبلت محافظه ذي قار بعد هذه الملايين والالاف من جنوب العراق، واخر نقطه في جنوب العراق
من الدول العربية وجمهورية إيران الإسلامية وكل الوافدين. استعدت هذه المدينة الطيبة وعبر 4 محاور حيث طبقت الخطط الأمنية والخدمية على هذه المحاور، وأهم محور هو محور التشبايش، إصلاح سوق الشيوخ قرمة بن سعيد فضلية والناصرية، كذلك إصلاح سيد دخيل، والمحور الثاني ميسان الفجر والقاطع الشمالي لمدينة الناصرية. الزوار اللي دخلوا الآن للمحاضرة، يعني إحصائيات شبه رسمية ما يقارب 300,000 زائر، لأن أستاذ وهاب مثل ما تعرف الزوار مو مثل كل سنة، يعني يمشون بس بالليل والساعات يعني العصر وكذا، يعني إحصائية شبه رسمية قاعد تدخل على المنافذ على المحاور الأربعة ما يقارب 300,000-250,000 من زوار مدينة البصرة والدول المجاورة حسب ما عرفنا. الله يحفظك. على منجل رئيس وحدة الشعائر الحسينية. أعزائي المشاهدين، كما شاهدتم هذه الحقيقة يعني الجهود المبذولة والكبيرة من قبل زوار وخدمة الإمام الحسين في هذا الطريق. عودة إلى الاستوديو. قدرك محتار اصحاب العقول بسرك، ايش قدر اداوي يضيعون موضع قبرك، ضيعهم بنور اللي يشع من نحرك، يا من نورك نور الله حتى الاعمى يندل، تعبوا بحج الاحرار شيعة حيدر حاب انجام، يا من نورك مشايا تفعل واحنا جينا نزورك، آمنا بيكون تبع دستورك، يضمن نجاة اللي يلوذ بسورك، قبرك مفزع للحاير بيتتلقى كل زاير، تهتف يا حي الزوار ثمن نفديها، محلاها دنيا بخدمتك نقضيها، تضوي الصحيفة ليصطع اسمك بيها، الماتب دربك هنيالة حبك أفضل أعماله، متعن يبهم وإصرار